جزاكم الله خيرا. هل يجوز لمدرسة تدرس القرآن محتسبة بدون راتب أن تقبل الهدية من دارساتها، علما أنها دائما تطلب منهن عدم تقديم الهدايا لئلا ينقص أجرها، ومع ذلك تستحي أن ترد الهدية فتقبلها ثم تتصدق بها؟ إذا كان ليس لها راتب إنما هي متبرعة بالتدريس فلا بأس أن تقبل الهدية من طالباتها، ولا حرج عليها في ذلك، والحمد لله. نعم.